مباشرة عند الشيف هند الديساوي وغادي نتعرفوا جميع على الشهيوات اللي مجدلنا اليوم. ألو شيف هند. ألو صح لالا سنة. صباح النور لاباس عليك. كيدايرة حبيبة لاباس عليك. الحمد لله الله يبارك فيك. بارك الله فيك. شكرا لك بزاف شيف هند وكنعتذر منك البارح لأن دركنا الوقت مع حضور الدكتور. هي الاولى عاد الله يبارك فيك لا لا اختك شكرا لك بزاف ما غنديرش هادشي اللي كاين الحمد لله رزقنا الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. سمحي لي انا بغيت غير واحد نوجه واحد الاهداء سريع لصديقاتي وحبيباتي واللي عزازات على قلبي للحبيبه فردوس ايتي سميره حسن حنان حاتيك امينه وبيتشو ايمان فرح القرناعي ولائحه طويله طويله وسمحوا لي انك ما ذكرتهمش وكنوجه لهم تحيه من هذا المنبر. مرحبا بسلامك تحيه لكل صديقاتك شكرا لك بزاف مرحبا نبداو لالا سناء ان شاء الله الوصفات بالنسبه نبداو بالبطيطلات غنقدم لكم واحد البطيطلات مالحين بالخوضه ديال الدجاج نقدو نديروهم كبسطيله كبيره كيف نقدو نديروهم بطيطلات صغار او نديروهم كحشو في محنشه اللي كتكون سيغ بخيت فيها بزاف ديال الحشوات الوغ بالنسبه لهاد البطيطلات غنحتاجو 100 الخوضه ديال الدجاج 200 غرام ديال القشطة الطرية لتر ديال الحليب 3 معالق ديال النشا غنحتاجو العلبة ديال الشامبينيون فرماج حمر دغيير يعني لا كونتيتي اللي بغينا نديرو 100 غرام من الحاجة او نخلطو بيناتهم نحتاجو الربيع مقطع رقيق واحد 200 غرام ديال شرائح ديال الديك المضخم شارتي بخي تكون مضخمه غنحتاجو الشبت اللي هو لانات مقطع حتى هو رقيق وغنحتاجو واحد العلبه ديال الجبن اللي بالنكهه ديال الفومي بالنكهه ديال الشارتي بخي فومي الوغ اول حاجه غنقيو هذوك الفخيضات ديالنا نغسلهم مزيان نقيوهم ونغسلهم بالطحين وبالنشا كيف كنا البارح وكنديرهم كيطيبوا فواحد الكوكوط مع معلقه ديال الصوجة ومعلقه ديال اللقامه ديال الدجاج اللي هي فخيتشو مكتوب عليها فخيتشو راه كتباع في الاطباق شويه البزار شويه الملح وهذيك العلبه الشامبينيون اللي مقطعه شرائح غنغطيو على هذاك الدجاج حتى كيتغطى بالماء وكنخليو حتى كيطيب اون فوا كيطيب هذاك الدجاج ديالنا كنحيدو الحيمات ديالو كنحيدوهم يعني كنحيدو العظم وكنخليو غير الحيمات والشامبينيون ديالنا وكنظن وجدوا هذيك لا بيشاميل باش غنخلطو هاد الدجاج والشامبينيون غنخلطو النشا الحليب والملح هادي تتم بيشاميل اللي سريعه كتوجديها تقى يعني كديري كلشي تقى غنديرو الحليب النشا الملح البزار فوق النار حتى كيختار هذاك الخليط مزيان ديالنا وكنزيدو عليه ديك العلبه ديال الفرماج اللي بنكهه ديال الفومي من بعد كنخلطو هاد البيشاميل ديالنا مع الخوضه ديال الدجاج والشامبينيون مزيان حتى كيعقد خط لا بيشاميل تكون عاقده ما نخليوهاش جاريه يعني نصوبوها وديما نخلو لا بيشاميل تاعنا حتى كتبرد عاد كنزيدوها على اي حشو كيما ولا زدناها وهي سخونه كتذوب عمرها ما كتبقاش تعاود تجمع لينا حتى تكون بارده عاد نزيدوها على الحشو اللي عندنا وكنشدو هذوك الشرائح حتى هما كنقطعوهم ديال الديكرومي ونزيدوهم على هاد لا بيشاميل والشامبينيون والدجاج ديالنا وكنعمر ورقه البسطيله ديالنا وحنا كنحكو فيما حطينا لاصاص كنحكو عليه هذاك الفخوماج كرويير او فخوماج غوش ونديرو هذاك الشبت من الفوق باش كيعطينا هذيك النتمه وكيحافظ على النتمه ديالو كنرشعو من الفوق وكنسدو البسطيله ديالنا كندهنوها بشويه الزيت وندخلوها للفران اون فوا كطيب هذيك البسطيله تاعنا كنخرجوها من الفران وكنحطو هي سخونه كنحطو عليها واحد شريحه ديال الفخوماج داك المربع رقيق ديال لي ساندويتش كنحطوها وكنغلفو هذيك البسطيلات كلهم كنغلفوهم بهذاك الفخوماج كتذوب هذاك الفخوماج كيكدت على ديك البسطيله كيذوب الا كانت شويه بارده كنحاولوا ندخلوها شويه للفران يلاه كتشم شويه ديال السخونيه وكنخرجوها وكنذوقوها صوب لي شامبينيون صوب بالشبت بلانيت باش كنذكروا بان فيها الشبت وكنقدموهم بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. المهم هاد الحشوه كيف ما قلتينا نديروا بها محنشات بسطيلات فرديين يعني المهم هو انه ديك لافارس هكا مختلفه بريوات بريوات رمضان على الابواب يعني هاد الحشوه كتجي لذيذه وزوينه واخا بغيت نذكر انا هذاك الكوكليت البارح
الصوره اللي غادي يشوفوا السيدات كاين معاهم واحد لا غارنيتور اللي هي مرافقه من بغيت ما نعطيهاش للنساء هي سهله وبما اننا الكوكلي عمرناه وفيه مقادير شويه يعني غيكونوا غاليين شويه غادي نديروا الحشوه اللي غتكون لا غارنيتور ديالها مرخوفه شويه غادي نحتاجوا لجوج كيسان ديال الروز نص كاس ديال الشعريه جوج معالق ديال الزبده تقريبا جوج كيسان ونص ديال الماء يعني الكاس اللي غنعبروا به الروز والشعريه ولا غنعبروا به الماء شويه الملح وشويه اللوز افيلي للتزيين محمر فكنغسلوا هذاك الروز مزيان بالماء بارد من بعد كنرقدوه في الماء مغلي يعني الماء اللي غنكونوا غليناه ديجا كنكبوه وكنرقدوا هذاك الروز لمده ساعه ومره كنحاولوا نحركوه غناخذوا واحد المقله غنسخنوا فيها معلقه ديال الزبده ديالنا وغنحطوا فيها هذيك الشعريه ونبقاو حنا كنحركوا فيها فوق العافيه حتى كتحمر يعني حتى كتولي اللون ديالها ذهبي هذيك الشعريه كتولي مارون كلير ملي كتولي ذهبيه كنزيدوها على هذاك الروز اللي كنكونوا صفينا من قبل وكنزيدوا عليها المليحه ديالنا وجوج كيسان ونص الماء وكنخلوها كطيب فوق ما نار مجهده 5 دقائق من بعد كنقصوا العافيه وكنخليوها طيب على خاطرها واحد ربع ساعه تقريبا. اييه واخا. هي راه دغيا كيطيب حيت هذاك الروز ديجا حنايا فتكناه لمده ساعه راه خلو الطياب. اييه. من بعد ملي كطيب هاد الروز ديالنا والشعريه كنزيدوا ديك المعلقه اللي بقات ديال الزبده كنحركوهم وكنشدوا واحد المول اللي غيكون دائري كنحطوا فيه هذاك الروز والشعريه ديالنا وحنا كنحاولوا نضغطوا باش كيشد لنا لا فورم ديال هذاك المول اللي عندنا. وكنزوقوا من الفوق باللوز افيلي محمر نحيدوا المول ديالنا وكنقدموا هذاك لي كوكري مرافقين بهذا الروز كيجي لذيذ بزاف وسهل ودغيا ما كياخذش لنا الوقت وكان كتذكير نديروا بان فيه التفاح يعني كنزوقوا بالتفاحات او بالليمون مقطع وكنقدموهم بالتحوره. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك اقتراحات مميزة جدا واكيد مستمتعين معك خلال هذا الاسبوع شكرا لك بزاف شافين ديساوي مشكورة جدا شكرا لك حبيبتي بارك الله فيك صباحك مبارك.